السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة الحياة التي نشرت مقال لإبراهيم حميدي بعنوان مآلة النزف البطيء ودعا سوريا دولة مركزية. جاء فيه النصيحة التي قدمها مسؤولون في عواصم غربية عدة إلى صناع القرار في بلادهم أن الصراع السوري مرجح أن يستمر بين 5 و10 سنوات، ولابد من وضع السياسات الاستراتيجية على أساس احتمالات متوسطة وطويلة المدى وليست قريبة الأجل. وفق المعلومات المتوافرة، تكثفت في الأسابيع الأخيرة الاجتماعات السياسية والأمنية بين حلفاء المعارضة وأصدقاء الشعب السوري. شارك في هذه الاجتماعات كبار المسؤولين الأمنيين. محرك هذه الاجتماعات كان فشل جولتين من محادثات جنيف بين ممثلي النظام والائتلاف الوطني السوري المعارض، حيث تبين لهؤلاء الأطراف مدى هشاشة التفاهم الأمريكي الروسي وكونه لا يتجاوز إبقاء الوفدين السوريين في سويسرا وعقد مؤتمر دولي للبحث عن حل للأزمة السورية، كما أن بطء تنفيذ إزالة الترسانة الكيماوية السورية وضع تساؤلات إضافية في عواصم غربية خصوصاً في واشنطن حول مدى نجاح السياسة الخاصة بسوريا في السنوات الثلاث الماضية. وتعرض الرئيس باراك أوباما لموجات لولبية من الانتقاد من الجمهوريين ومراكز أبحاث وصناع رأي في واشنطن، حيث أكدوا أنه إذا بقيت السياسة الأمريكية على حالها فعلينا أن نتوقع مئات التفجيرات مثل أيلول المقبلة من الأرض الخصبة في سوريا. وصل جرس الإنذار إلى صناع القرار، لكن انقساماً حصل إزاء كيفية الرد. بعض الدول الأوروبية يرى إمكانية لإعادة فتح خطوط التعاون الأمني مع النظام السوري وإعادة الحرارة إلى التمثيل الدبلوماسي المجمد، ووافق على هذا البعض بخجل على معادلة الشيطان الذي تعرفه أحسن من الشيطان الذي لا تعرفه، حلاً لمعادلة النظام الجهاديين. دول أوروبية أخرى ناقشت احتمال الانخراط مع النظام ووصلت إلى استنتاج بأن النظام فقد الشرعية ولن يجري التعامل معه حالياً. السياسة الأوروبية منقسمة مع إجماعها على وجود خطر الجهاديين العائدين من دمشق. ففي خلاصة التفكير الغربي أنه بعدما تنهك الأطراف السورية والإقليمية يأتي موسم حصاد التسوية السياسية المنبثقة من عملية جنيف السياسية التي يصر رعاتها على تركها دائرة بعقد جنيف 3، تسوية تنبثق من تقسيم وفق الواقع الذي سيجري في سوريا في الفترة المقبلة ومع مرور الزمن. ضمن المشهد السوري المقبل، تتوقع الدول الإقليمية والكبرى نفوذاً لها في السياسة السورية، كل طرف يدعم حلفاءه على أسس طائفية أو دينية أو عرقية، كما أنها تتوقع أن الحدود السورية لم تعد سيادية بالنسبة إلى تدفق المقاتلين والأفراد أو العمليات العابرة للحدود والمساعدات الإنسانية، ولن تكون حدود سوريا مقدسة سوى على الورق والخرائط وفي الخطابات السياسية والسرديات الأيديولوجية. نواصل مشاهدينا مع صحيفة الرأي الأردنية، حيث كتب صالح القلاب مقالا بعنوان أين هي الجهات المسؤولة؟ قال فيه بالطبع لم يقل أصحاب هذا الخبر أي وسائل إعلام سورية هي التي تناقلت، والخبر الذي ينطبق عليه ذلك المثل القائل يكذب الكذبة ويصدقها يتحدث عن وجود جسر جوي بين الأردن وتركيا لنقل مقاتلين جرى تدريبهم سابقا داخل الأراضي الأردنية، وأين؟ في منطقة رصيف شمال عمان. والمشكلة أن المصدر وبعد 4 سطور فقط قد تغير وأصبح بدل وسائل إعلام سورية، وفقاً لتأكيدات مصدر سوري معارض فإن أكثر من 1000 مقاتل نقلوا في الأيام الثلاثة الماضية ينخرطوا فوراً في المعارك العنيفة الدائرة في ريف اللاذقية الشمالي. ثم وقبل أن يلتقط قارئ الخبر أنفاسه يتغير المصدر للمرة الثالثة ويصبح بدل وسائل الإعلام السورية وبدل المصدر السوري المعارض، وأكد المصدر أن المعلومات أكدتها مصادر أردنية دقيقة، وينتمي المقاتلون المذكورون إلى جنسيات مختلفة من بينها السعودية والأردنية والسورية.
إنها كذا أخبار ملفقة ومفبركة تستهدف أمن الدولة الأردنية، ولذلك فإنه على الجهات المعنية، والمقصود هنا هو الحكومة تحديداً، وهي الجهات الإعلامية المرتبطة بها والتابعة لها، عليها أن تلاحق العيار إلى باب الدار، وأن تحيل ناشر هذا الخبر المبني للمجهول، والذي استند إلى ثلاثة مصادر وليس إلى مصدر واحد أن تحيله إلى القضاء، فإما أن يثبت صحة ما قاله، وإلا فإن الأمور يجب أن تأخذ مساراتها الصحيحة. نحن في هذا البلد في موقع لا نحسد عليه، ولهذا فقد بقينا نتعرض للضخ الإعلامي الكاذب وللفبركات الإعلامية، ولهذا فإنه يجب عدم غض النظر عن هذا الخبر الذي لا مصدر محددا له، والذي ليس أغلب الظن بل المؤكد أن وراءه مخبرا غير صادق، وأن الهدف منه هو المس بالأمن الأردني. والمثل يقول: شو عرفك إن كذبه؟ قال من كبرة. لا يجوز السكوت على كل هذه التسريبات التي نقرأها ونسمعها يوميا، والتي لا يمكن تصديق أنه لا تقف وراءها نوايا خبيثة. فالمنطقة حولنا أصبحت بمثابة بركان متفجر يقذف بحممه في كل الاتجاهات، والحرية الصحفية هي أولا وأخيرا مسؤولية، ولذلك فإنه على كل من ينشر خبرا كهذا الخبر الذي من الواضح أن مقاصده غير نظيفة وأن هدفه هو الإساءة إلى هذا البلد، أن يتحمل مسؤولية نشره إن هو لم يستطع إثبات صحته. وأين الجهات المسؤولة؟ أين هي هذه الجهات المسؤولة؟ نواصل معكم مشاهدينا مع وكالة أنباء الأناضول، حيث نشرت مقالا بعنوان: هيغ يطالب العالم بالضغط على نظام الأسد لتطبيق القرار الأممي بشأن توصيل المساعدات الإنسانية. جاء فيه: كتب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في مقالة نشرتها له صحيفة هوفينغتون بوست الأمريكية أنه لا يوجد سوى الحل الدبلوماسي من أجل إنهاء الأزمة السورية، مشيرا أن بريطانيا وحلفائها كثفوا جهودهم من أجل تحقيق ذلك. وذكر هيغ في مقالته أنه يزور رواندا اليوم من أجل المشاركة في مراسم تأبين 800,000 شخص قتلوا في مذابح جماعية في غضون 100 يوم، مبيناً أن اليوم ليس لإحياء الذكرى فقط، وإنما يجب أن يكون يوماً من أجل تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته وأخذ الدروس من أجل الحيلولة دون تكرار معاناة الإنسانية. ولفت الوزير البريطاني إلى أن عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها كل من رواندا وحرب البلقان أصابت المجتمع الدولي بالصدمة، وأن وجهة النظر إزاء النزاعات قد تغيرت، مبيناً أن الاتحاد الإفريقي يستجيب الآن بشكل فعال إزاء النزاعات ويسعى لمنعها، كما أن جنود قوات حفظ السلام الدولية أصبح لديهم صلاحيات من أجل حماية المدنيين، كما تعمل العدالة الدولية على ملاحقة مجرمي الحروب بهدف ردع غيرهم عن ارتكابها مستقبلاً. وأكد هيغ أن بريطانيا تطلع بدور حساس في القضايا الدولية من أجل التأسيس للسلام بين الدول، مؤكداً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلعب بشكل موحد دوراً أكبر بهذا الصدد. ولفت الوزير البريطاني إلى استمرار أعمال القتل في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وجنوب السودان، وأن المشكلة الرئيسية في تلك البلدان هي غياب الإرادة السياسية، وينبغي تفعيل القوانين والمؤسسات لكبح هذه الأعمال. وقال هيغ: إن الأولوية الماسة في الأزمة السورية هي بذل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري، مضيفاً: لقد اجتمع مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من شهر وطالب بالإجماع النظام السوري بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ووقف هجماته الشرسة التي تستهدف بطريقة بربرية المدنيين بالبراميل المتفجرة، بيد أنه ما زال يرفض وصول المساعدات المتمثلة بالأغذية والمستلزمات الطبية والعلاجات، مبيناً تعذر وصول أكثر من 3 ملايين شخص إليها. كما لفت هيغ إلى مقتل نحو 5,000 مدنياً شهرياً، وأن زيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار يشكل حالة من التوتر في تلك الدول، ودعا هيغ جميع الدول بمن فيها روسيا والصين إلى ممارسة الضغط على نظام الأسد من أجل تطبيق القرار الأممي،
مطالبا جميع الحكومات بالحذو حذو الحكومة البريطانية بهذا الشأن. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، حيث نقرأ الآن في صحيفة عين البلدي التي نشرت مقال لإسماعيل حيدر بعنوان رب ضارة نافعة. قال فيه: انتهت الانتخابات البلدية التركية ولم يتنفس الصعداء أحد أكثر من السوريين، فالذين عانوا الطرد والتهجير وحملات الكراهية بعد عزل محمد مرسي في مصر لم يعد لهم من مكان يلجؤون إليه في هذا العالم الرحب سوى تركيا، البلد الجار الذي فتح أبوابه للسوريين كضيوف للاجئين. كان مهدداً أن يصبح كمصر لو غير الشعب التركي مزاجه كما فعل المصري. لا يستطيع أحد أن يلوم السوريين على تأييدهم لأردوغان، فالرجل قد أحسن استقبالنا في الوقت الذي يسعى فيه إخواننا العرب لطردنا. مهما قيل عن تدخل تركي في سوريا، ومهما قيل عن استغلال تركي لقضية اللاجئين، ومهما حاولت القنوات الخليجية تهويل قضية التسريبات والفساد، فإن ذلك لن يخصم من رصيد الرجل بغض النظر عن صحة الادعاءات من عدمها. إن توافرت لدينا القدرة على التحليل في خضم الفوضى العارمة الضاربة في منطقتنا، فإننا نستطيع أن نقول إن ما يجري في سوريا لا يصب في صالح الإسلاميين، في حين أن ما يجري حولها يصب في مصلحتهم. فأخطاء الكتائب الإسلامية في سوريا وكوارثها وتدخلاتها في حياة الناس الخاصة وفي النهاية صراعاتها فيما بينها أفقدتها كثيرا من مصداقيتها التي كانت تتمتع بها عند الناس. ما حدث في سوريا أزال حالة القداسة التي كانت تحيط بعمل الإسلاميين من قبل، فقد كان الناس يتخيلون أن الإسلاميين حين يأتون سينشرون العدل ويعيدون الأمان ويعمرون البلاد والعباد، فإذا بهم تتمزقهم الأهواء والصراعات ويسعون لفرض نظام حياتهم على غيرهم ويلاحقون المخالفين كما يفعل النظام وأحياناً بأشكال أسوأ. وحدهم الإسلاميون تقريباً في العالم العربي والإسلامي من يدافع عن السوريين دون شروط، في حين يسعى العلمانيون لإيجاد الذرائع لاتهام السوريين وتبرئة ساحة النظام، تارة بذريعة المقاومة وتارة بذريعة الحداثة التي دمرها الأسد قبل غيره، وتارة وبكل وضوح ووقاحة بذريعة قتال الأسد للإسلاميين ووقف مدهم. للأسف لا يبدو مما سبق إضافة إلى هول الكارثة المريع أن الأجواء تساعد السوريين على القيام بمراجعات فكرية حقيقية، ولا تساعد على تقبل أي نتاج فكري نقدي موزون، وإنما ما يحدث يكرس الذريعة التي تبرر الأخطاء بها عادة، ومفادها أن الإسلاميين في سوريا انحرفوا عن الإسلام السمح الذي يمثله في هذه الحالة الإسلاميون الذين هم خارج سوريا. لا شك أن انتصار العدالة والتنمية في تركيا فرصة جيدة للسوريين في صراعهم المرير الطويل ضد نظام الأسد، ولا شك كذلك أن طول بقائنا في تركيا سيساهم في تقبل المراجعات الفكرية والنقدية التي أجراها الإسلاميون هناك حتى استطاعوا خلق التناغم بين أنفسهم والعالم. فرب ضارة نافعة. نواصل مشاهدينا مع جريدة حبر، حيث نشرت مقال ربيع الشام بعنوان ثروة الكفاءات العلمية السورية أكبر ثروة منهوبة. قال فيه: كثيرة هي الدراسات التي تناولت الخسارة الاقتصادية جراء النهب الذي تعرضت له ثروات سوريا الطبيعية والفساد المالي خلال الحقبة المنصرمة، لكن في الحقيقة فإن خسارة الكفاءة والعقول هي أكبر خسارة شهدتها سوريا في تاريخها، ولا نبالغ إن اعتبرناها أظلم فترة مرت في تاريخ سوريا المعاصر. صحيح أن التعليم في سوريا مجاني حتى التعليم العالي، لكن لماذا هاجرت غالبية الشريحة المتعلمة السورية وفضلت الغربة عن بلدها الأم؟ شهدت سوريا في العصر الحديث في أوائل السبعينات موجة هجرة على نطاق واسع إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي لفئات من قوة العمل متوسطة التأهيل
وإلى أوروبا وأمريكا الشمالية لفئة عالية التأهيل من أطباء ومهندسين وعاملين باختصاصات مختلفة. واللافت للانتباه أنه مع ما يسمونه الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في سوريا، فإن معدل نمو أعداد المهاجرين السوريين السنوي في ازدياد، وبلغ ذروته قبيل الثورة السورية خلال الفترة من 2005 إلى 2010، الفترة التي شهدت انطلاق عدد من المصارف التجارية والإسلامية وسوق دمشق للأوراق المالية. تشير الأرقام إلى أن وسطي معدل النمو السنوي لعدد المهاجرين خلال هذه الفترة قد بلغ 10.7%، وهي أعلى نسبة منذ 20 عاماً، وفقا لتقرير قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة عام 2010، حيث كان وسطي معدل النمو السنوي لعدد المهاجرين 3.4% بين عامي 1990 و1995، ووصل إلى 10.7% بين عامين 2005 و2010، حيث بلغ عدد السوريين المهاجرين والموثقين في العام 2010 حوالي 1,200,000، والذين يمثلون حوالي 10% من سكان سوريا. واللافت للذكر أنه في السنوات الخمس الأخيرة شكلت الإناث نصف نسبة المهاجرين، مما يعني أن الهجرة تمثلت في هجرة أسر بحالها تبحث عن ظروف حياة أفضل، وليست هجرة شباب حديث التخرج يبحث عن فرصة عمل. ولكن ما يدعو للاستغراب أن السوريين ذوي الكفاءات العالية شكلوا نسبة 44% من إجمالي المهاجرين إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2005، وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2005، حيث تضم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 33 دولة من أكثر الدول العالمية تقدما من الناحية العلمية والاقتصادية. شكلت الولايات المتحدة نسبة الأكبر منها 41%، تلتها ألمانيا بنسبة 11%، بمعنى أن سكان سوريا الذين يشكلون أقل من 1 بالألف من سكان العالم يشكلون ما نسبتهم 44% من ذوي الكفاءات العالية المهاجرين في هذه الدول، حيث يشكل المهندسون نصف المهاجرين. فما تفسير هذه الظاهرة المدهشة؟ هل السبب هو أن السوريين هم الأكثر تأهيلاً في العالم؟ أم البيئة الحاضنة السورية هي الأسوأ في العالم؟ نخشى أن تكون سوء الحاضنة العلمية هي العامل الحاسم في ذلك، حيث يشير تقرير التنمية البشرية للعام 2010 أن سوريا في آخر 3 دول في العالم في إنفاق الشركات على البحث والتطوير، مما يعني أن الدرجة العلمية في سوريا تفيد في الحصول على منصب اجتماعي فقط لا أكثر ولا أقل، لكنها لا تفيد في الحصول على منصب علمي يخدم الاقتصاد السوري مباشرة، ولا تعطي حاملة الشهادات الجامعية في سوريا أي ميزة تذكر في ظروف العمل. فمن المعلوم أن حاملة درجة الماجستير في سوريا على سبيل المثال يزيد أجرهم الشهري بنسبة 7% فقط عن حاملة الإجازة الجامعية. ولكن مع شديد الأسف هذه الأرقام منطقية ومتوافقة عند تحليل التوزع الجغرافي لحاملة الشهادات العليا السوريين، حيث تشير دراسة لمركز روبرت شومان لدراسات المتقدمة بفلورنس فرنسا عام 2010 أن غالبية الأطباء والمهندسين السوريين يعيشون خارج سوريا، حيث تبين أنه في العام 2007 هناك حوالي 314,667 سورياً مجازاً بالطب أو الهندسة، معظمهم نسبة 62% يعيشون خارج سوريا. تلك الأرقام المؤلمة تسبق فترة الثورة السورية، في فترة يتغنى بها الكثير بأنها عصر المعلوماتية السورية، في كنف طبيب العيون ذي الخلفية العلمية وصاحب ما يسمى بمسيرة التطوير والتحديث. فكيف إذا ما أضفنا إلى ذلك الظروف الكارثية التي أصابت الحياة في سوريا؟ ماذا ننتظر من البقية المتبقية من المتعلمين وحاملة الشهادة العليا في مثل هذه الظروف؟ نرجو من الله
أن تكون تلك الحقبة أسوأ فترة مرت على سوريا، وأن يكون الغد أفضل إن شاء الله. حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدينا، وننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء، حيث كتب محمد وجيه جمعة مقالا بعنوان أنقذوا سوريا وأرمن كسب. قال فيه: قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن ما قام به المتمردون بحق الأرمن في كسب أحدث ضجة عالمية، حيث انبر الإعلام العالمي وكل مجموعات الاغتراب واللوبيات الأرمنية في العالم لتظهر الأمر على أنه مأساة العصر وتنبش التاريخ، لتشتر الحديث عن أحداث عام 1915 وتستنهض مشاعر الكراهية والحقد، خلافا لما يدعيه العالم المتحضر من دعوات للتسامح والإخاء. يفتحون صفحة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض الأمريكي ويطلقون حملة لتشويه الأحداث ومجرا سياسيا يسوق الأحقاد على الثورة السورية والجمهورية التركية، وهم يتناسون تأثير ردة فعلهم على مصداقيتهم وتاريخهم عندما يبالغون في تهويل ما حدث في منطقة كسب. وهل سيؤخذ هذا مقياسا على ما يخبروننا به حول أحداث عام 1915؟ إننا نتمنى الصحة والعافية للجريح الأرمني الوحيد في كل هذه الأحداث، كما نتمنى على الذين أطلقوا حملة أنقذوا أرمن كسب أن يدركوا أن الثوار هم الذين قاموا بتأمين أرمن كسب وحرسوا كنائسهم، وكان ذلك على حساب أرواحهم. ليتهم اختاروا الوطن وقالوا أنقذوا سوريا ممن أجرم بحق كل السوريين. يحاول الناس فهم قيام العالم لنصرة أرمن كسب ونسيان شعب سوريا بأكمله. تتحطم الأرقام القياسية أمام حجم مأساته. على سبيل المثال، ألا تعتبر مدينة حلب هي من أهم مراكز تجمع الأرمن في سوريا، والتي يتم تدميرها الآن ليلا نهارا ولا أحد ينهض لنصرتها؟ إذا لماذا فقط كسب وليس مدينة حلب؟ أليس من الطبيعي أن نتساءل عن الميزات التي يمتلكها الأرمن ليستحوذوا على هذه الرعاية الدولية؟ وإذا تركنا الأمور للمنطق، سنجد أننا أمام عالم منافق يروج لقيم المساواة وعدم التمييز بين البشر لأسباب عرقية أو دينية، وهم أول من ينتهكها. وأكثر من ذلك، أنه يؤسس لعلاقات تضرب أسس التعايش الإنساني في كل بقاع الأرض. بكل خجل نقارب هذا الموضوع خوفا أن يتهمنا دعاة المساواة وحقوق الإنسان بأننا نقوم بشكل من أشكال التمييز، فكل أرقام المأساة السورية وصراخ ألم أطفالنا الذي مزق عنان السماء لم يحرك مشاعرهم. يفنى شعب ليعيش طاغية يستمد منهم قوة الطغيان. استطعنا نحن التركمان أن نجسد أجمل أشكال العيش المشترك مع كل المكونات في المجتمع السوري، وفي هذا السياق نؤكد أنه ليس لدينا مشكلة مع أرمني وعلوي الساحل، إنما مشكلتنا مجتمعين مع نظام استبدادي ظالم مجرم قتل السوريين ودمر سوريا، زرع الفتن ومزق النسيج الرائع للمجتمع السوري، يدعي حماية الأقليات ويبيد التركمان ويهجرهم. وها هي دعوة نطلقها لكل السوريين الشرفاء، لكل الذين يتبنون الهوية السورية ويؤمنون بسوريا واحدة لكل السوريين بدون أقليات وأكثريات، بل عدالة ومساواة، لنقف وقفة سورية في وجه الطغيان والاستبداد، ونستبدل القتلة المدمرين ببنات حقيقيين لسوريا الحرية والكرامة. نواصل معكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى موقع زمان الوصل، حيث كتب سمير سعيفان مقالا بعنوان 5 سيناريوهات تنتظر سوريا. قال فيه: تقف سوريا اليوم على أعتاب أحد السيناريوهات الخمسة التالية، والتي يتحدد كل منها ويرجح بحسب تحقق شروطه، والتي يلعب فيها السوريون دورا ثانويا. أولا، سيناريو الحل السياسي التوافقي عبر جنيف، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما تم إرغام النظام وداعمه الإيرانيين والروس على قبول الحل السياسي، وهذا يتم فقط
عندما يقتنعون أن النظام قارب على السقوط حرباً. هذا الحل يشرك جميع السوريين في النظام الجديد ويحافظ على سوريا وعلى مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الأمن والجيش، ويمنع الانتقام، وينظم عودة المهجرين، ويطلق عملية مصالحة وطنية، وسيمنع تحول سوريا إلى دولة ملحقة بولاية الفقيه، وسيضعف المشروع القومي الإيراني في المنطقة. ثانياً، سيناريو انتصار المعارضة. يتحقق هذا السيناريو في حال تحققت نفس شروط السيناريو السابق، ولكن النظام يستمر برفض أي حل سياسي، ما يدفع بالمعارضة لاستمرار قتاله حتى إسقاطه. وستكون نتائج هذا السيناريو مشابهة للسيناريو الأول، ولكن يتوقع أن يشهد عمليات انتقام واسعة نسبياً. ثالثاً، سيناريو سقوط نظام حرباً، السيناريو الليبي. يتحقق هذا السيناريو عندما تفشل الدول الداعمة للثورة السورية في تنسيق سياساتها ودعمها، ولكن تقدم دعماً عسكرياً كبيراً بما فيها الأسلحة النوعية، وتصميم أمريكي على إسقاط النظام دون تفاهم مع الأمريكان، ولكن يفشل مشروع إقامة جيش الحر الوطني، وتبقى المجموعات المقاتلة مشتتة، وتبقى المجموعات المتطرفة قوية، ولا تحصل الحكومة المؤقتة على دعم كاف، ولا تستطيع تقديم نموذج للنظام البديل. رابعاً، سيناريو انتصار نظام حرباً، السيناريو العراقي. يتحقق هذا السيناريو عندما يستمر الوضع على حاله، ويستمر دعم المعارضة المحدود، وتبقى المعارضة السياسية والمسلحة على تشرذمها، وتستمر المظاهر السلبية الحالية من ممارسات منفرة، ويفقد مقاتل المعارضة الأمل بالنصر، فتدب بهم روح التخاذل والهروب، بينما يحصل النظام على دعم أكبر من روسيا وحزب الله والعراق وإيران، ويحقق تقدماً مستمراً على الأرض يؤدي في النهاية لانتصاره. تحقق هذا السيناريو يعني انتصار المشروع الإيراني الذي سيندفع بقوة أكبر في المنطقة، وخاصة في واجهته الخليجية، وسيزداد تصلب حزب الله في لبنان وفي سوريا. ستندفع خلايا متطرفة كثيرة للنزول تحت الأرض والقيام بعمليات انتحارية محولة سوريا إلى ما يشبه العراق. خامساً، سيناريو الفوضى والتقسيم، السيناريو الصومالي. يتحقق هذا السيناريو عندما يستمر دعم كل طرف من قبل داعميه، وبقاء موقف دول العالم من الصراع دون تغيير يذكر، ويستمر الصراع دون أن يستطيع أي طرف حسمه عسكريا لصالحه، بينما يرسخ كل طرف وجوده في المنطقة التي يسيطر عليها وينظفها من أي وجود للطرف الآخر، وتخلق خطوط تماس هادئة تشتعل بين حين وآخر على نحو محدود، ما يؤدي واقعياً لتقاسم سوريا بين النظام والمعارضة. وهذا السيناريو يعني هزيمة لسوريا وشعبها، سيؤدي لتقسيم واقعي لسوريا. إذن سوريا أمام سيناريو مثالي واحد وسيناريو آخر مقبول، ثم ثلاثة سيناريوهات تتفاوت بين السيء والكارثي، والمدى الزمني المتوقع لأي من هذه السيناريوهات في حال تحققت فرضيته هو بين نهاية عام 2014 لسيناريو الحل السياسي عبر جنيف، وسنتان للسيناريو الصومالي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.